البعض من الناس يظن أن الاعتكاف إذا أراد أن يعتكف العشر كلها وإلا فلا يحسب له اعتكاف، وهذا خطأ. ولذا على المسلم ألا يحرم نفسه ولو بما قل، لو كانت ليلة، لو كان يوما مثلا من غروب الشمس من أذان المغرب إلى أذان الفجر، أو من أذان الفجر إلى غروب الشمس، فإن زاد فهو خير له، لكن لا تحرم نفسك هذه العبادة ولو قلت، سواء كان يوما بليلة أو كان يومين أو ثلاثة أو أربعة. أيضا البعض من الناس يظن أنه إذا أراد أن يعتكف ولو يوما وليلة أو ما شابه ذلك يظن أنه لا بد من أول العشر، وهذا ليس بصحيح. بمعنى أنك لو مثلا في اليوم الخامس والعشرين، في اليوم الثامن والعشرين أردت أن تعتكف فاحرص، لو فاتك شيء من الاعتكاف بسبب عمل أو نحو ذلك أو لم يكن فأردت فاحرص على ذلك. والذي يظهر أن أقل الاعتكاف إما أن يكون يوما أو ليلة، وليس معنى ذلك أن كل من دخل المسجد ينوي الاعتكاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم يكن من هدي صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على أنه لا بأس باكتفاء اليوم أو الليلة أن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوفي بنذرك، فدل على أنها يعني الليلة يحصل المقصود بها من حيث الاعتكاف. أمر آخر، بعض من الناس قد ينوي أن يعتكف العشر أو أن يعتكف بعض الأيام، فيقول: أخشى إن اعتكفت أني لا أكمل، فكيف أخرج من الاعتكاف؟ لو أن الإنسان نوى أن يعتكف العشر كلها أو بعض الأيام ثم قطع اعتكافه فلا حرج عليه، لا حرج، سنة، لا يجب إلا إذا نذرته، لا يجب إلا إذا نذرته، فهي من السنة. فقد يعرض لك عارض أو لا يعرض لك عارض، لكن ينبغي المسلم إذا دخل في عبادة أن يحرص على إتمامها، عبادة التطوع أن يحرص على إتمامها، لكن لو قطعها فلا إثم عليه ولا جناح عليه. أمر آخر، بعض من الناس يظن أنه إذا نوى أن يعتكف يومين أو خمسة أيام أو عشرة أيام وقطع اعتكافه يظن أن ما مضى من أيام ذهب أجرها، لا، ما مضى مستقل له عبادته، حتى لو قطعت عن تعمد الاعتكاف لو قطعته تلك الأيام التي مضت عليك لك أجرها، لك أجرها.